في قديم الزمان كان قرد يعيش في غابة مع أسرته في قفص. ذات يوم أتى رجل أراد أن يشتري قردا كي يدربه في المسرح. اشترى القرد الذي كان يعيش مع أسرته في القفص، فقد كانت حياتهم سعيدة جدا. اشترى القرد وافترق القرد على أسرته، ولكن فبدأ يقول إليه بعض التمارين لينجزه القرد، ولكن القرد لم يسمع كلامه، وبدأ الرجل يعذبه ويحبسه في القفص دون أكل وبدون شراب. ذات يوم قال القرد: أرجوك أخرجني من القفص، فإن أسرتي محتاج إلي. قال الرجل: أنت الآن أصبحت ملكي، لذا يجب عليك أن تنفذ ما أقول. فأخذه الرجل وأحبسه في غرفته. وعندما أراد الرجل أن يفتح الغرفة، سقط مفتاح في جيبه، وخرج القرد وغلق الغرفة على الرجل. وقال الرجل: يا إلهي، أنا الآن أشعر بالملل، هل سأبقى بهذه الغرفة؟ وعاد القرد إلى أسرته، فكانوا فرحون لأنهم عاشوا في غابة دون أقفاص ودون غرف محبوسة.